بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم مستر احمد ندى، والنهارده مكملين مع بعض شرح Theme 1 Unit 1 Concept 1.1 اللي هو بيتكلم عن Plant Needs، احتياجات النبات. ان شاء الله النهارده هنشرح مع بعض Lesson 4. طبعا اللي ما شافش الحلقات الثلاثة اللي فاتوا اللي هم Lesson 1 و 2 و 3 لازم يرجع يشوفهم الاول علشان يقدر يكمل معانا، لاني ليسون 4 وليسون 5 وحتى ليسون 6 مبنيين على الثلاث دروس الاولانيين. ما ينفعش نتفرج على جزء ونسيب جزء تاني. تمام كده يا شباب؟ طيب يلا بسرعه روحوا جهزوا ورقه وقلم وتعالوا عشان تحضروا حلقه النهارده. بعد الفاصل هنبتدي نشرح مع بعض ليسون 4. ورجعنا لكم من الفاصل يا شباب علشان نبدا نشرح مع بعض ليسون 4. ليسون 4 يا شباب زي ما اتفقنا بيبدا بالاكتيفيتي نمبر 9 او بالنشاط رقم 9 اللي بيتكلم عن بارتس اوف ا بلانت، يعني اجزاء النبات. طبعا الاجزاء ديت احنا شرحناها في الثري ليسونز الاولانيين او في الثلاث دروس الاولانيين باستفاضه جدا، بس احنا هنعيد عليهم تاني لان مفروض ان احنا نعرف عن كل بورت او عن كل جزء موجود في النبات الفانكشن او الفانكشنز، الوظيفه او الوظائف اللي هو بيقوم بيها. بس في البدايه كده تعالوا ناخد ثلاث اسئله كريفيجن كده على الجزء اللي فات. بيقول لي look at the opposite picture then put right or wrong، يعني بص على الصوره المقابله وبعد كده حط علامه صح او غلط. بيقول لي the main parts of a plant are roots stem leaves and soil، الاجزاء الرئيسيه او الاساسيه في النباتات هي الجذور والساق والاوراق والتربه. طبعا التربه مش من اجزاء النبات، يبقى الكلام ده رونج، الكلام ده غلط. تعال نشوف السؤال اللي بعده. parts of a plant work together to make food for the plant، اجزاء النبات بتعمل معا، يعني بتعمل مع بعضها او بتشتغل مع بعضها علشان يصنعوا الطعام بتاع النبات. طبعا الكلام ده رايت صح. الروتس بتساعد الستيم والستيم بيساعد الليفز، وكل الاجزاء بتشتغل مع بعضها علشان عندهم هدف واحد ان هم ايه؟ ميكينج ذا فود فور ذا بلانت، يصنعوا الطعام للنبات. وطبعا الاكسجين لينا احنا كمان فور ريسبيريشن، من اجل عمليه التنفس. طب تعال نشوف السؤال الثالث. بيقول لي although all plants look different، بالرغم من ان كل النباتات تبدو مختلفه، they have similar parts، ولكن ليهم اجزاء متشابهه. عندهم roots، عندهم stem، عندهم leaves، يعني عندهم جذور وساق واوراق، فهم متشابهين في الاجزاء دي حتى وان كان شكلهم من بره مختلف. يبقى الكلام ده right، الكلام ده صح. تمام كده يا شباب؟ تعالوا نتنقل للجزء اللي بعد كده. طب ايه الجزء اللي بعد كده؟ قال لي هنبتدي ناخد البارتس اوف بلانت او اجزاء النبات بارت باي بارت، جزء جزء كده، ونشوف كل جزء مسؤول عن ايه في النبات او ايه الفانكشنز او الوظائف اللي بيقوم بيها. هنبدا بالروتس اللي هي الجذور زي ما انتم شايفينها كده في الصوره اللي قدامكم. ايه الفانكشنز او الوظائف اللي بيقوم بيها البلانت روتس، جذور النباتات؟ قال لي اول حاجه روتس فيكس او انكر ذا بلانت ان ذا سويل، بتثبت النبات في التربه، الجذور هي اللي مثبته النبات في التربه. طيب ايه تاني؟ قال لي روتس ابسورب او درو ووتر اند نيوترينتس ويتش ار نيدد تو ميك فود اوف بلانتس فروم ذا سويل، يعني الجذور بتمتص او بتسحب الميه والعناصر الغذائيه اللي النبات محتاجها علشان يصنع الاكل بتاعه من التربه. تمام كده يا شباب؟ يبقى الفانكشنز بتاعت الروتس او وظائف الجذور اتنين، roots fix the plant in the soil، يعني الجذور بتثبت النبات في التربه. تاني حاجه absorb water and nutrients، بتمتص الميه والعناصر الغذائيه. طيب مين اللي بيساعد في الابسوربشن، في عمليه الامتصاص دي ويخليها تتم بشكل اسرع بشكل اسرع وشكل اسهل؟ قال لي مش احنا اتفقنا ان في حاجه كده في الروتس او في الجذور اسمها root hairs، الشعيرات الجذريه. تمام، كل لما كان عدد الروت هيرز ديت كبيره وكتيره كل لما كانت عمليه الابسوربشن بتتم بشكل اسرع واسهل، وكميه الميه والمواد الغذائيه اللي النبات بيمتصها بتكون اكتر. طيب ازاي يا مستر؟ قال لي اهو plant roots have hair like feature called root hairs، يعني النبات عنده حاجه كده شبه الشعر اسمها الشعيرات الجذريه.
that increase the amount of absorbed water and the nutrients that the plant need. يعني ايه؟ يعني الشعيرات ديت بتزود كمية المية والعناصر الغذائية اللي النبات بيمتصهم واللي النبات محتاجهم. تمام كده؟ فهمنا الجزئية بتاعت الروتس ديت يا شباب. نتنقل على الجزء اللي بعده. قال لي طيب عايزين ندرس الستيم او اللي هو الساق بتاع الشجرة، اللي هو الجزء ده الساق بتاع الشجرة. ايه الفانكشنز بتاعته او ايه الوظائف بتاعته؟ قال لي اول حاجة ستيم ترانسبورت ووتر اند نيوترينتس تو ذا ريست اوف ذا بلانت ثرو زايلم. يعني الساق بتاع النبات بيساعد في نقل المية والعناصر الغذائية لباقي اجزاء النبات. من خلال مين؟ قال لي ثرو زايلم، من خلال الاوعية الخشبية اللي احنا اتفقنا عليها قبل كده، اللي هي عبارة عن ايه؟ تيوبز، انابيب موجودة جوه الستيم، بتبدأ من فوق كده من عند الروتس كده مثلا، وانت طالع لحد اعلى جزء في النبات. طيب بتعمل ايه تاني الستيم؟ يعني الساق بتاع النبات بيعمل ايه تاني؟ قال لي supports leaves and flowers of the plant، بيدعم الورق او الاوراق بتاعة النبات، وكمان الفلاورز اللي هي الزهور بتاعة النبات، هو اللي بيدعمهم. and provide them with water and nutrients، وكمان بيزودهم او بيمدهم بالمية والعناصر الغذائية. تمام كده يا شباب، عرفنا وظيفة الستيم الساق بتاع النبات. طب انا دلوقتي محتاج اعرف التايبز اوف ستيمز، يعني ايه انواع السيقان بتاع النباتات. قال لي بص احنا هنقسم الستيم لخمس اشكال او لخمس انواع. اول حاجه ان في سام بلانتس هاف وود ستيم، بعض النباتات عندها ساق خشبيه. زي مين؟ قال لي تري ترانكس اند شاربس، زي جذوع الاشجار وافرع الاشجار. الجذوع اللي هو الجذع بتاع الشجره، والفروع اللي هي بتطلع من الجذع. طيب ممكن يكون الستيم على شكل upright stem، ساق قائمة يعني واقفة، زي العود بتاع الفلاورز أو most of flowers. معظم النباتات عندها upright stem، الساق بتاعها واقف لفوق كده ومستقيم وقائم. تمام؟ طيب ممكن يكون الستيم climb stem، من أنواع السيقان المتسلقة. يعني إيه ساق متسلقة؟ يعني النبات الفروع بتاعته او الستيم بتاعه بيطول ويتسلق، بيطلع بيطول يعني مسافه طويله او مسافه كبيره. زي مين؟ قال لي الفاينز او الجريبس، اللي هو الاثنين معنى كلمه عنب، اللي هو العنبه او الشجره اللي بتطلع لنا العنب. يعني دوت الستيم بتاعها شكله كلايمب ستيم، او نوعه كلايمب ستيم. قال لي ممكن كمان يبقى الستيم على شكل تيوبرز، على شكل درنات، زي البوتيتو بلانت اللي هو نبات البطاطس. تلاقي كده النبات بتاع البطاطس دوت الجذور بتاعته تحت الارض، تمام، والستيم بتاعه بينزل تحت الارض ويطلع البطاطس بتاعتنا او النبات بتاعنا تحت الارض. وعلشان نطلع البطاطس ديت لازم ايه؟ نحفر جنب الشجره بتاعت البطاطس ديت او جنب النبات دوت كده لحد ما يظهر لنا البطاطس وناخدها. قال لي كمان ممكن الستيم يكون رانرز، يعني ايه؟ يعني يكون بينمو بشكل اوريزونتال او بشكل افقي above the surface of the earth، فوق سطح الارض، زي الووتر ميلون كده. لو حد فيكم جرب يزرع بذر البطيخ هتلاقوه بعد ما بيكبر شويه بنلاقي الستيم بتاعه الساق بتاعه بيتمدد على الارض ويتفرد كده، يفضل يطول 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 وهو على سطح الارض. طيب كلمه تيوبرز وكلمه رانرز انا كاتب لك الهدف منهم او معانيهم هنا على جنب علشان تبقى فاهم يعني ايه تيوبرز ويعني ايه runners. tubers means stem extend underground، يعني الدرانات معناها ان الساق بيمتد تحت الارض. طيب runners معناها ايه؟ اللي means stem extend above and along the ground، معناها ان الساق بيمتد فوق الارض وكمان بيبقى موازي للارض، بيبقى بينمو بشكل horizontal او بشكل افقي. طب تعالوا نشوف الكلام دوت على الرسومات بتاعة كل نبات من دول، بس الاول نراجع كده مع بعض مين هم التايبز اوف ستيم، انواع السيقان بتاعه النبات: وود ستيم، ابرايت ستيم، كلايمب ستيم، تيوبرز اند رانرز. تمام كده خمس انواع اهم. تعالوا كده نشوف الصور مع بعض علشان نتشيك كل نوع فيهم. ده كده الوود ستيم الساق الخشبيه، ده كده الابرايت ستيم الساق القائمه، ده كده الكلايمب ستيم الساق المتسلقه، وده كده التيوبرز اللي هي الدرانات اللي الستيم بينمو تحت الارض، وديت كده الايه الرانرز اللي هو الستيم اللي بينمو فوق الارض.
يبقى احنا كده عرفنا الخمس انواع وشفنا اشكالهم على الطبيعه. اتفقنا كده يا شباب؟ نتنقل للجزء اللي بعد كده اللي هو الليفز، الاوراق بقى. طب ايه هي الفانكشن بتاعه البلانت ليفز؟ ايه هي وظيفه اوراق النبات؟ اللي they make food for the plant through photosynthesis process، بيصنع طعام النبات اثناء او من خلال عمليه البناء الضوئي. طب علشان يعمل photosynthesis process محتاج ايه؟ قال لي they need water carbon dioxide and sunlight to make food، محتاج الميه وغاز ثاني اكسيد الكربون وضوء الشمس علشان يصنع الاكل بتاعه. طيب مين اللي هياخد السانلايت، اللي هياخد ضوء الشمس؟ يعني انهي جزء في النبات بالظبط؟ ما هو الاوراق فيها كذا جزء من جوه، او التركيبه بتاعه الورقه فيها اجزاء كتير مختلفه عن بعض. قال لي leaves ديت contain chlorophyll which gives them their green color، يعني اوراق النبات او الورق الاخضر بتاع اي شجره في ماده او بيحتوي على ماده اسمها كلوروفيل، وهي دي اللي بتدي الورقه اللون الاخضر. ده مش بس كده، كلوروفيل كابتشرز انرجي فروم ذا سانلايت، الكلوروفيل هي اللي بتاخد او بتحصل على الطاقه من ضوء الشمس علشان النبات بعد كده يستخدم الانرجي ديت في انه يعمل كومبينيشن او اتحاد ما بين الكربون ديوكسيد جاز والووتر علشان يعمل البلانت فود، الطعام بتاع النبات اللي هو جلوكوز شوجر او سكر الجلوكوز. تمام كده؟ يبقى حته الكلوروفيل دي جديده عليكم. خلاص احنا عرفناها اهو، الكلوروفيل دي ماده موجوده فين؟ في البلانت ليفز، في الورق بتاع النبات، وهي اللي جيف ذيم ذير جرين كلر، هي اللي بتدي له اللون الاخضر، وكمان هي اللي كابتشر انرجي فروم ذا سانلايت، هي اللي بتاخد الطاقه من ضوء الشمس. قال لي في نوت صغيره كده، ملحوظه صغيره هفكرك بيها بس مش اكتر، ان الزايلم كاري ووتر فروم ذا روتس to the stem then to the leaves through smaller xylem tubes، يعني الأوعية الخشبية هي اللي بتحمل المية من الجذور إلى الساق ثم إلى الأوراق من خلال الـ smaller xylem tubes، الأنابيب الأصغر أو الأنابيب الخشبية الصغيرة. تمام كده يا شباب؟ كده احنا درسنا roots ودرسنا الـ stem ودرسنا الـ leaves، صح كده؟ ناقص أعرف الـ types of leaves، أنواع الورق بتاع النبات. زي ما عرفت الـ types of stem لازم اعرف الـ types of leaves، انواع الايه؟ leaves. كلمه kinds هي كلمه types، انواع. انواع الاوراق، قال لي عندنا narrow leaves اللي هي الاوراق الضيقه اللي انت شايفها قدامك دي، that look like needles اللي بتبقى شبه الابر، such as pine trees زي الاوراق بتاعه شجر الصنوبر. اشجار الصنوبر دي اللي كانت بتنمو فين؟ في البولار ريجونز، في المناطق القطبيه، لشجره الكريسماس. تمام؟ وممكن يكون الاوراق مش ضيقه، ممكن تكون فلات اند وايد، يعني فلات يعني مسطحه ووايد يعني عريضه، يعني الاوراق مسطحه مفروده وفي نفس الوقت عريضه. يبقى انت عندك كام نوع من الليفز، كام نوع من الورق؟ ها، نارو ليفز، والنوع الثاني فلات اند وايد ليفز. اتفقنا كده يا شباب؟ كده يبقى انت درست البورتس اوف ا بلانت، اجزاء النبات اللي هم الثلاث اجزاء الاساسيين او المهمين اللي هم roots stem leaves. تمام كده؟ جميل جدا. تعال بقى نتكلم شوية عن الفوتوسينسيس بروسيس، بما اننا اتكلمنا عن اجزاء النبات المختلفة فتعال نتكلم عن عملية البناء الضوئي. قال لي photosynthesis process is a process that take place inside the plant leaves، عملية البناء الضوئي دي عملية بتحدث داخل الاوراق بتاعة النبات. قلت له المعلومة دي قديمة وانا عارفها. قال لي كمان during the photosynthesis process، أثناء عملية البناء الضوئي، green leaves الأوراق الخضراء بتاعة النبات use the light energy، بتستخدم الطاقة الضوئية from the sun اللي جاية من الشمس علشان تعمل بيها إيه بقى؟ ركزوا في الحتة دي، to combine the carbon dioxide from air with water from the soil، يعني علشان تخلي الكربون دايوكسيد جاز اللي واخدها من الهواء والمية اللي واخدها من التربة يتحدوا مع بعض، combine with يعني يتحد مع، محتاج حاجتين يتحدوا مع بعض، ايه هما؟ الووتر اللي جاي من السويل والكربون دايوكسيد جاز اللي جاي من الاير، الاثنين دول بيدخلوا الورقه بتاعه النبات والسان لايت بيساعد ان الاثنين دول يحصل لهم كومبينيشن يعني اتحاد. طب ليه؟ قال لي تو بروديوس، علشان الورقه بتاعه النبات تنتج نيوترينتس، مواد غذائيه زي الشوجرز السكريات ستارشز النشويات فاتس الدهون اند بروتين اللي هي البروتينات. تمام كده؟ وكمان ينتج اكسجين جاز that animal and people need to breathe، يعني هينتج غاز الاكسجين اللي الحيوانات والانسان او الناس محتاجينه علشان يتنفسوا.
اتفقنا كده؟ فهمنا الجزئية ديت؟ جميل جدا. خدوا بالكم الصورة دي مهمة قوي، او العملية دي في حد ذاتها عملية مهمة جدا، ان يعتبر concept 1.1 مبني على العملية دي، انك تكون عارف الـ structure of plant، تركيبة النبات، وكمان عارف الـ photosynthesis process او عملية البناء الضوئي. اتفقنا شباب؟ نكمل مع بعض. بيقول لي طيب افرض بقى ان خلاص النبات خلص عملية الـ photosynthesis process، هيوزع الاكل اللي عمله على بقية النبات ازاي؟ دي حتة جديدة خدوا بالكم منها. بيقول لي as the photosynthesis process is completed، لما النبات يخلص عملية البناء الضوئي وتكتمل inside the leaves، داخل الأوراق بتاعة النبات، there are tubes called phloem، في أنابيب تانية غير الأنابيب الأولانية اللي اسمها xylem، في أنابيب تانية اسمها phloem اللي هي اللحاء، تمام؟ that transports the food materials downwards from the leaves to the other parts of the plant. يعني ايه الفيلوم ده او اللحاء ده اللي هو لونه اصفر ده؟ دوت بعد ما النبات يخلص الفوتوسينثيس بروسيس ويصنع النيوترينتس المواد الغذائيه اللي هو محتاجها والاكسجين اللي احنا محتاجينه، بيبتدي الانابيب اللي اسمها فيلوم تنقل الفود ماتيريالز اللي هي المواد الغذائيه داون وورد لاسفل، وتعمل ايه؟ وتوزعها على الاذر بورتس، على باقي الاجزاء بتاعه النبات. يبقى ركز في الحته دي وركز في الرسمه دي كويس جدا. الزايلم هينقل الووتر والمينرالز والنيوترينتس from the root to the stem then leaves، يعني الزايلم اللي هي الاوعيه الخشبيه هتنقل الميه والمواد الغذائيه من الجذور للساق للاوراق علشان النبات يعمل فوتوسينثيس بروسيس. وبعد ما النبات يخلص الفوتوسينثيس بروسيس هيبتدي الفيلوم اللي هي الانابيب الثانيه بقى تعمل ايه؟ transport food materials، تنقل المواد الغذائيه to other parts، الى باقي اجزاء البلانت. تمام كده يا شباب؟ فهمناها كده؟ جميل جدا. تعالوا نكمل مع بعض. هنا بقى في سؤال give reason مهم، بيقول لي ايه؟ give reason for، اديني سبب للحاجه اللي انا هقولها لك دلوقتي. اذكر السبب للحاجه اللي هقولها دلوقتي. the life on earth without plants would be impossible. يعني ايه الكلام ده؟ الحياه على كوكب الارض بدون نباتات ربما تكون مستحيلة. ليه مستحيلة؟ قال لي because during photosynthesis process، لأن أثناء عملية البناء الضوئي plants produce oxygen gas that animals and people need to breathe. يعني إيه؟ يعني أثناء عملية البناء الضوئي النبات بينتج غاز الأكسجين اللي الحيوانات والبشر محتاجينه علشان يتنفسوا. فلو مفيش نبات مفيش أكسجين، مش هنعرف نعمل respiration process أو مش هنعرف نعمل عملية تنفس، خلاص كده كل living organisms will die، ممكن ايه؟ تموت او سوف تموت. عشان كده مفيش حياة على الارض بدون نباتات. اتفقنا يا شباب؟ نكمل مع بعض. طيب ايه ده يا مستر؟ ها جه دلوقتي معاد سؤال check your understanding اللي هو ايه؟ اختبر فهمك. تعال نختبر فهمكم. قدامكم تيبل في كولوم A وكولوم B، العمود رقم A والعمود رقم B، تمام؟ ومعانا اربع اسئلة، عايز اعرف نمبر 1 هنا هتاخد A ولا B ولا C ولا D. هنقوم كاتبين هنا، طبعا انت مش عارف تكتب على الفيديو او انت مش هتعرف تكتب على الفيديو، فهنكتب في الكومنتس في التعليقات اللي اسفل الفيديو نمبر 1 هتاخد A كابيتال ولا B كابيتال ولا C كابيتال ولا D كابيتال، تمام؟ وهكذا نمبر 2 ونمبر 3 ونمبر 4. وقف الفيديو لحظات، اقرا الاسئله كويس، اكتب الاجابات في ورقه، وبعدين اكتبها لنا في الكومنتس في التعليقات اللي اسفل الفيديو. طبعا انتوا عارفين كالعاده ان انا ما بحلش اسئله check your understanding، حضراتكم بتحلوها وبتسيبوا لنا الاجابات في التعليقات اللي اسفل الفيديو. تعالوا نروح نشوف الجزء اللي بعد كده. قال لي الجزء اللي بعد كده هنتكلم عن activity number 10 او النشاط رقم 10 up the stem. يعني ايه؟ انت عرفت منين يا مستر ان الستيم او الساق بتاع النبات بينقل الووتر والنيوترينتس تو ذا ليفز، الى الاوراق and to the other parts، وإلى الأجزاء الأخرى في النبات؟ عرفنا إزاي؟ إحنا مش شايفين المية ماشية جوه ولا الغذاء ماشي جوه، إحنا عرفنا إزاي؟ قال لي in this activity، في النشاط ده we will observe how water and the nutrients move from the roots of the plant up through the stem to its leaves and flowers and how transport vessels اللي هي الزايلم in a plant work to help it stay alive. يعني إيه؟ في التجربة دي هنلاحظ مع بعض ازاي المية والمواد الغذائية بتتنقل من الجذور للساق للأوراق وكمان للزهور، وهنعرف ازاي الأوعية الخشبية اللي هي الزايلم بتنقلهم إلى باقي أجزاء النبات علشان يفضل alive، يعني يفضل على قيد الحياة.
تعالوا بقى نعمل الاكتيفيتي دي سوا يا شباب ونشوف التولز او الادوات اللي احنا محتاجينها علشان نعمل الاكتيفيتي دي. محتاجين سيلري ستيلك اللي هو عود كرفس، جلاس كاب كونتيننج ووتر كوبايه فيها ميه، فود كالرينج يعني مواد بتلون الغذاء اللي هي الحاجات اللي بتلون الاغذيه وبتكون امنه على الصحه في نفس الوقت اللي هي الوان غذائيه يعني، كمان سيزرز مقص. محتاجين اربع ادوات، اتفقنا كده؟ طيب هنجيبهم ونبتدي نشوف ايه الستيبس او ايه الخطوات اللي هتتم. قال لي نمبر 1 fill the cup with water، املى كوبايه ميه، then add ثم اضيف some drops of food coloring to water، بعض النقط اللي انت جايبها بتاعه الالوان دي اللي هي بتلون الطعام للميه. طيب ضفت النقط بتاعه الالوان للميه، الميه هتتلون صح كده؟ قال use the scissor to cut about 2 cm off the bottom of the stalk and place it in the cup of water، يعني هات المقص واقطع حوالي 2 سنتي من اسفل العود بتاع الكرفس كده وابتدي حطه في كوبايه الميه الملونه. في الستيب نمبر 3 او في الخطوه الثالثه يا شباب، leave the stalk in the water cup until the next day، يعني اترك عود الكرفس في الكوبايه بتاعه الميه لليوم التالي، يعني سيبها يوم في الميه. بعد كده cut across the celery stalk about 5 cm from the bottom and observe the xylem vessels inside the stalk، يعني ابتدي طلعه من الميه بعد يوم، تمام؟ هتلاقي لونه تحول من الجرين للبلو، من اللون الاخضر للازرق، لان انت كنت حاطط صبغه لونها ازرق او لون ازرق، تمام كده؟ واقطع منه 5 سنتي من تحت، تمام؟ وابتدي اقلب النبات كده وبص على الزيلم او على الاوعيه الخشبيه بتاعه النبات بتاع الكرفس دوت وشوف لونها بقى عامل ازاي. قال لي تعالى بقى نشوف الاوبزرفيشنز، المشاهدات او الملاحظات، ايه اللي انت شفته في التجربه، والكونكلوجن ايه الاستنتاج بتاعك من التجربه، فهمت ايه من التجربه. قال لي اول حاجه شفتها the color of the xylem will be turned into the same color of water in the cup، يعني لون الاوعيه الخشبيه اتحول لنفس لون الميه اللي كانت في الكوبايه. ده مش بس الزيلم، قال لي also the color of leaves، ده كمان لون الورق of celery will be turned into the same color of the water in the cup، يعني لون الاوراق بتاع نبات الكرفس كمان اتحولت لنفس لون الميه اللي كانت موجوده في الكوبايه. طيب الكونكلوجن انت كده استفدت ايه؟ قال لي water is transported through the xylem in the stem and moved to leaves through the smaller vessels of xylem that connect the stem to leaves، يعني الميه اتنقلت من خلال الاوعيه الخشبيه الى الساق ثم تحركت للاوراق من خلال الاوعيه الخشبيه الصغيره، والاوعيه الخشبيه الصغيره دي اللي هي السمولر فيسلز اوف زايلم كونكت، هي اللي بتوصل الستيم تو ليفز، هي اللي بتوصل الساق بالاوراق. طب يا مستر احنا هنحفظ الاكتيفيتي دي؟ لا، الاكتيفيتي ديت معموله علشان تفهم ازاي الزايلم او الاوعيه الخشبيه بتنقل الووتر للستيم بعد كده للليفز، تمام كده يا شباب؟ جميل جدا. تعالوا بينا نشوف الاسئله ديت علشان نختبر اذا كنتوا فهمتوا الموضوع ولا لا. check your understanding، اختبر فهمك. طبعا مستر احمد ندى مش بيحل الاسئله دي، تمام؟ انا هوضحها لكم وحضراتكم هتبتدوا توقفوا الفيديو وتقروها وتكتبوا لنا الاجابات في الكومنتس اسفل الفيديو. بولي ووتر از ترانسبورتد ثرو ذا زايلم ان ذا بلانت ستيم اند ليفز، الميه بتتنقل من خلال الاوعيه الخشبيه الى الساق والاوراق. طبعا انت هتقول لي رايت او انت هتقول لي رايت ولا رونج. تاني سؤال، زايلم هيلب ذا بلانت تو كاري water upward، يعني الاوعيه الخشبيه بتساعد النبات انه يحمل الميه لاعلى، upward يعني لاعلى. يلا يا شباب وقفوا الفيديو واكتبوا لنا الاجابات تحت في الكومنتس عشان نتاكد ان المعلومه وصلت لكم بشكل صحيح ومظبوط. ولحد هنا يا شباب هتكون جت اخر الحلقه بتاعتنا. ليه اخر الحلقه؟ لان احنا ظهر قدامنا كل الكلمات المهمه اللي موجوده في ليسون 4، وبكده يا شباب تكون حلقه النهارده انتهت. بتمنى لكم كل التوفيق ويا رب اكون قدرت افيدكم واساعدكم انكم تذاكروا ماده الساينس، واشوفكم على خير ان شاء الله في حلقات جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.